شباب معكم حلقة جديدة مع اي ستيوب جيمينج. النهاردة جينا نلعب لعبة جي تي في. والنهاردة يا جماعة في مفاجأتين وممكن يبقوا ثلاثة يا جماعة حسب بقى ما تشوفوا المعرض والحركات وكده. وكمان يا جماعة احب اشكركم على تعليقاتكم يا جدعان، لان انتوا المرة اللي فاتت كتبتوا لي يا ابو اللزاليز على فكرة وانت بتعمل المهمة العربية اللي انت كنت راكبها كانت جامدة وكل حاجة بس مش مدرعة. انا عارف يا جدعان ان في عربية تانية مدرعة بس انا كنت واخد عشان الدرافتات والحركات بس للاسف ما ظبطتش يا جدعان. يا كبات خش سباق بقول لك ايه خلاص انا حرمت باي باي يا حبي. طبعا يا جدعان كل شويه جابولنا شويه عربيات بصراحه افخم من اللي قبليها وحركات واكشن بتفكرني بعربيتي دي يا جماعه صح. طبعا يا جدعان مفاجاتنا النهارده اللي انا دخلت الشوب لقيتهم عاملين خصومات لحاجات ففي كان خصم جامد لدرجه رهيبه. دوس يا زعيم دوس. خلينا نخش هنا يا جدعان واوريكم الخصم. نيجي نبص كده يا جدعان على قسم الطيارات ونلقي نظرة هنلاقي كان في طيارة بكام اسمها دودو. طيارة دودو ايه ده اديو انت ابنها ده انت اوكي والله تفكرني بدودو يا جدعان. المهم كانت ب 500,000 بقت فري يا جماعة. شفتوا بقى التظبيطة الجامدة. خلينا نشتريها. اوكي نشتريها ايه كده كده ببلاش. مبروك علينا دودو يا جدعان. يقول لك الدودو في الطريق. هي طيارة مش اللي هي بس ببلاش يا جدعان في حاجة كويسة اللي ساعات بينزلوا حاجات فري. فخلينا نشوف لو في عروض تانية جديدة. ايه ده في واحد هناك كمان. حكاية الطيارات يا جماعة. ده انا جبت طيارات بالهبل النهاردة. ابو فري كتر منه يا معلم. المهم يا جماعة وحنيجي بقى للعربية. ايه انا بصراحة كان نفسي اجيبها. اخر عربية جبناها هي العربية دي. بصراحة عربية فخمة ودي اللي دخلنا بيها المرة فرقة المهمة. كانت جامدة بصراحة عجبتني. بس انتوا كلمتوني ان في عربية تانية مدرعة بس مش عارف انا واحدة فيهم يا جدعان بس تقريبا هي العربية دي. فهنجيبها ونشوفها يا جدعان امكانياتها عاملة ازاي حركاتها وشوف المبلغ بتاعك. بس عملت بيزنس الحمد لله. رقمها يا جدعان دخل في 2 مليون. يا الله ابو اللزاليز اشتري يا معلم. هنحط فين يا جدعان في الهنجر ولا البنجر؟ فخلينا نحطها في الارينا وركشوب. اوكي حطيناها يا جدعان في الارينا وركشوب. ويا رب اول ما الطياره توصل بالسلامه بيني وبينكم انا عايز اجربها يا جدعان. هي طياره زي ما قلت لكم طياره مش جامده ومش الواو. طب ما دي عربيتي يا حبيبي. والله انا فكرت في المعرض وعاملين شغل وبتاع. طلعنا يا الله عليك يا ابو اللزاليز اديله. شوفوا يا جدعان الجمدان. والله اجمد عربيه في اللعبه. خلينا نعمل التيست. ممكن نخرج يا عم خرجنا تستقبل خرجنا نعمل مكاننا كله فرح ده. يا شيخ روحي بلاهيه ولا مش هي. بقول لك ايه انا مش فاضي مش هوصيكم بقى يا جدعان باللايك. دلعوني بقى شويه يا جدعان. خلينا نوصل الفيديو ده ل 80,000 لايك يا جماعه واوريكم بقى شويه حركات بالعربيه. شوف شوف التماسك شوف التماسك. الله عليك والله جامده. كملي كملي كملي. مش اي عربيه تعمل كده يا جدعان. يلا لمين شمال. لا 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 كده ممكن نتقفش يا جماعه. ماشيين عند المطار هنا. المفروض الطياره جوه هنا يا جدعان. عايزين نشوف بس المدخل الرئيسي. لا مش هينفع نعمل هنا مشاكل. و الجنب يا معلم نقدر نعدي من هنا. والله ممكن نخش من هنا عشان في امن يا جدعان من الناحيه الثانيه فممكن يبقى في قلق. انزل يا معلم. بص ولا من شاف ولا من دير. هي فين الطياره؟ ثواني. اوكي انت هنا؟ يا حلول يا جماعه. دي هلف حته لفه عشان اوصل لها. يا عم طيارتي جوه يا عم ممكن تفتحه. يا عم افتح يا عم. والله طيارتي جوه يا جدعان اخيرا. بقالي اكتر من نص ساعة بدور على الطيارة يا جماعة. اسوأ مكان تقدر تشوفوه. عشان كده منزلينها فري. والله احسن. احسن اللي هي فري يا جدع. اركب يا معلم. اركب ما بتتركبش كمان. واو يا جدعان ثواني ثواني. طالما فيها العجل اللي تحت دي بتنزل في البحر كمان. لا كنت منتهي يا جدعان بس خلاص الدقيقة راحت يا جماعة. وحددت مكان المفروض الارينا. بس خلينا يا جدعان كده ايه اطير بالطياره اشوف بس ايه نظامها الاول وممكن نجربها تنزل في الميه تبقى زي الفل. انت كنت راجل نزلها لي في اي مكان في الميه والموضوع انتهى. تبقى حاجه جامده. طير طير طير. نهدي واحده واحده يا جماعه. والله مش متخيل. اقفل الكاوتش يا معلم. يلا اوكي هدي بقى هنا. هتظبط يا جماعه ولا لا؟ يلا والله دليز. ده واحده كي كي كي. طفي الموتور بس على الهادي. ايوه هتعوم.
والله زي ما توقعت يا جدعان. الله الله حته الطياره تركينا يا معلم عند المركب هتبقى حاجه فل للفل. بس طبعا يا جدعان خلي بالنا كتير ممكن نفتح الكاوتش برضه عادي. يب كله اوتوماتيكي اوتوماتيكي نقدر بقى نطير ونشغل الطياره 100 100. خلينا يا جدعان نروح للارينا. تيري تيري يا طياره. ايوه بقى طبعا دي يا جدعان كانت المفاجاه الثانيه والمفاجاه الثالثه. لا 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 اوكي اوكي يا بطني. المفاجاه الثانيه يا جدعان المفروض اللي في العربيه اللي احنا هنجيبها باذن الله هتكون مدرعه فهتبقى حاجه جامده. وعايزين نشوف بقى الثالثه دي هي ونصيبنا. عايزين نهدي كده نشوف هتظبط ولا لا. وهنا المكان واسع بس صعب بصراحه المنطقه خطر بينا وبينكم. يلا انا ماشي حالك ماشي حالك. هنا شغال في بحر تحت هنا. معلش يا جماعه والله ركنا اسطوريه يا جدعان يجي مني صح. والله عليك يا ابو اللزريز 100 100. اوكي ركننا يا جدعان الطياره بتاعتنا ننطلق بقى ونشوف يعني المفروض العربيه بتاعتنا وصلت بالسلامه. يلا بركولي بركولي يا جدعان ادخل بقى يا معلم. بفكر بعد كده يا جدعان العربيات دي ما احطهاش هنا في الارينا خليها بقى في المكان الجديد بتاعنا. بس الارينا ما كانتش مليانه عشان كده انا قلت اجي احطها. بس بفكر اخلي الحاجات المدرعه قصدي الحاجات اللي زي العربيه دي نخلي مثلا العربيات الجامده دي هنا اللي فيها بقى دفاعات يا جدعان ورشاشات وحركات وفيها دروع في كل مكان. العربيات دي تبقى حلوه قوي في الاماكن اللي هنا عربيه جيمس بوند مش عارف ايه مدرك ايه. بس العربيات السباق نخليها في المنطقه الثانيه ولا انتوا شايفين ايه؟ لو انتوا عندكم اقتراح ثاني يا جدعان قولوا لي. اوكي نركب بقى العربيه شكلها لا رهيب. الله الله انا سامع الصوت بتاعها بيطرف في ودني يا جماعه. بذمتكم شوفوا العروسه وجمالها شوفوا العروسه من غير ما نعدل فيها يا جدعان والله حاجه فخمه. تيري 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 احنا لسه ما عدلناش. العربيه ماسكه نفسها كده وسريعه بتوصل البتاع بيداري برضه على السرعه فما نقدرش نشوفها يا جماعه. بس العربيه مبدئيا سرعتها ممتازه يا جدعان ماسكه. لا بس مش زي الثانيه اوعى يا جدع مش زي الثانيه اوعى يا راجل اركن على جنب بتتزفلط جامد يا جدعان. يا فرميني فرميني ده الثانيه يا جدعان ماسكه فرق رهيب. صدقوا نفس الشكل اللي موجود زي العربيه دي حاطين نفس العربيه اللي يستقبله. ندخلها يا جدعان ونبدا بقى التعديلات في المقر بتاعنا الجديد هيكون افضل لنا كتير. يا ابني مش احنا خلصنا المهمات انت جايب لي سبوره ثانيه بتقول لي خش ذاكر. احنا خلصنا يا جدعان والله. في حاجات ثانيه تقريبا اتفتحت جديده اوكي. طبعا العربيه بتاعتنا وصلت بالسلامه اوكي. والعربيه الثانيه شفت يا جدعان منظرها عامل ازاي بالله عليكم والله حاجه فخمه. انا عايز اشوف بس المهمات عشان لو في حاجه جديده يا جدعان وانتم حابين يبقى قشطه نظبطها المرات الجايه. والله يا جدعان في مهمه ثانيه لو انتم حابين يا جماعه اوكي نظبطها باذن الله المرات الجايه. بس نركز في العربيه دي اللي احنا نعمل مثلا اسمه ده التعديل بتاعها وناخدها بقى في المهمات اللي جايه تبقى جامده معانا. واحنا كده ايه مش محتاجين بقى كروما ولا مدرك ايه ولا بتاع تيفا. نخش على التعديل والحركات. هل هيكون العربيه دي الدفاعات بتاعتها كويسه يا جدعان وضد الرصاص وكده؟ يبقى بصراحه 100 100. طبعا يا جدعان ده الازاز الخلفي العادي فانا هحط اللي هو الكربون يا جدعان المفروض ده مقاوم للرصاص. وخلينا نظبط المرايات. بصوا يا جدعان العربيه بعد ما خلصت يعني بصوا مش عايز اقول لكم على الجمدان اللي بقت فيه. العربيه اتغيرت 180 درجه يا جدعان. عايزكم تقييماتكم يا جدعان من 10 بس بصراحه بقى تستاهل كام يا جدعان؟ انا عن نفسي تستاهل 10 من 10 من شكلها بس. اما لو جينا طلعنا يا جدعان وجربنا الطياره دي ايه اللي هيحصل؟ طبعا هننطلق على المعرض ونخلص يا جدعان بس هنشوف امكانياتها ايه الكلام. يلا اطلعي اطلعي يا جمدان اديله باللزنيز. الله عليكي لفه 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 لفه. بص بص يا العب عليك اتفرج بتعلم. يلا 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 بص يا جدعان شوف شوف الشغل اقف في النص. طيب هيطلع الموبايل يصور ولا هيقلع يا جدعان؟ والله الناس واقفه تتفرج يا جماعه. اوعى كي اف سي ايه خلي بالك خلي بالك. بص بص قلع قلع من الوحش. طبعا يا جماعه عايز اوريكم العربيه من جوه عامله ازاي. ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا جماعه. خلينا بقى نركب بقى نركب ايه احنا ركبنا بقى نروح يا جدعان للمعرض ندي بقى العربيه كده غسله يا جدعان طلعها على سنكة 10. يلا خلينا الله اظبطها لي تظبيطه صح. لو انا قاعد جوه يا جدعان مش في دماغي رايق. اوعى تفتح الشباك تستحمى كده كده. العربيه بتاعتنا يا جدعان بقت بيرفكتو غسله محترمه ليها طلعتها عروسه. تنشيف وتنظيف وغسيل
شكرا. نظفوا الوحش يا جماعه. شوف 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 المنظر، شوف المنظر يا جدعان، والاشعه عامله ازاي طالعه على ياني على جبالك ياني. العربيه يا جدعان سرعتها تحفه، بس انا عايز اجرب بس فيها حوار الرصاص، في حاجه عند المعرض المره اعمل قلق، والمره نجرب القوه بتاعتها. اوعى البيك بوست وصل، اوعى على استنى تركن ايه جرب اللي واقف هنا. بصوا يا جدعان يا انا انت جيت بكام منين ده؟ جرب جرب. ايه ده يا عم؟ مش وقتك خالص على الرخامه. مش عايزين يا جدعان نرخم على الولد، عايزين بس نجرب. بصوا 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 الصد يا جدعان، يعني انا وانت في الازاز هنا عادي، تركب يا وحش ولا يهمك. لا لا صد حلو يا جدعان، نجرب تاني. انا خلصت اول، واو خلصت اول جزئيه. طب نجرب هنا الازاز ده، الازاز باي باي. بس اهم حاجه يا جدعان عندي الموضوع الخلف هنا، لان احنا طالما خلاص جرينا الموضوع انتهى. كمل ولا جاي تاني ولا الرخم جاي تاني ولا انا ماشي. انا اديله بس ايه قرصه ودن كده يا جدعان. اوعى اوعى كهرب الماب والله اوعى ديله يا ابو اللزاليز. يلا واحده هنا كمان. والله لسه ولا جاي برضه يا جدعان، دماغه ناشفه. ايوه واحده هنا كمان. هلا هلا دماغه حجر يا جماعه. اوعى داسه يا جماعه. ارتاح وريح والله. يلا جرب 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 يا ابو النزاليز. هنخلص يا جدعان على الكاوتش. طيب الكاوتش رهيب يا جماعه، انا شايف ان انا اجري يا جماعه، انا كده هتقفش كفايه قوي ده. انا مخلص غزنتين عليها. لا العربيه تحفه، هتنفعنا جدا 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 في المهمات اللي جايه. واخيرا يا جدعان دخلنا على المعرض، ويا ريت ما نكسبش العربيه دي يا جماعه، يا ريت. طالما قلت كده يبقى هنكسبها. فرحان بيه يا ابني. نفسك تكسبها؟ يا رب تكسبها. الحمد لله جايه على التيشيرتات والاربي. يا رب مش عايز العربيه يا جدعان، انا عارف لما اقول مش عايزها هتيجي، هتشوفوا؟ يلا هنجرب الحظ الحلو ده ان شاء الله خير. اديها لفه يا ابو اللزاليز. يا رب ما اكسبها، يا رب ما اكسبها، انا عارف لما اكون مش عايزها هتيجي. حكم العربيات دي رخمه. ايوه الحمد لله ما جاتش. 40,000 كاش حلو. ايه ده العربية؟ شكرا، العربية ما طلعتش حلوة خالص يا جدعان. احنا النهاردة بس حاجتين حلوين جدا، العربية الجديدة اللي احنا جبناها المدرعة يا جدعان من الازاز الخلفي، والجزء الثاني بتاع الطيارة اللي كانت النهاردة. بصراحة صفقة حلوة. كل اللي احنا هنعمله بقى نشوف العربية نطلع لو ينفع نجرب تاني، غير لو الولا مستنينا. حكم الولا شايل مننا شيلة وحشة. شكل الولا سرق العربية يا جدعان، ما عنديش غير العربية القديمة دي. يلا مش مشكلة. نعمل شوية قلق بقى. ابو اللزاليز اخيرا يا جدعان. انا بقى ده الحرامات التصميم اللي اتخرعتوني. طب انا يا جدعان اقف لحد ما عجبكم الفيديو، انسوا تنسوا بقى باللايك، ومرجعنا فيديو جديد مع اس تيوب جيمنج. يلا سلام.